للمزيد حول موضوع دانا غاز معنا في استوديو زياد عواد الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال. زياد أهلا وسهلا بك. أهلا سابقة بك. إذا نراها فيما يتعلق بقصة دانا غاز، قصة السقوط، ما ردة فعلك الأولية أنه الشركة تتحدث الآن عن عدم شرعية صكوكها وبالتالي تسعى لإعادة هيكلتها أو لإصدار صكوك جديدة، علما بأنها تلجأ إلى القانون الإماراتي؟ هو مفروض أنه القوانين البريطانية تحمي حملة الأسهم، حملة هذه السندات عفوا. ردة فعلي الأولى هي أين هذا الشيء حيزعزع ثقة المستثمرين في أسواق الصكوك بشكل عام، وخاصة في أسواق الصكوك الإماراتية. هذا الشيء بشكل عام سيء لسوق الصكوك. هلأ بالنسبة للمناقشة أو عيادة الهيكلة بين دانا غاز والمستثمرين، هذا موضوع طويل المدى، ودانا غاز عادت الهيكلة مرة ب 2013 وهلأ إلى وقت عم يجرب عيادة الهيكلة. بقى هذا الموضوع القانوني الجديد اللي شفناه الأسبوع الماضي ليس إلا حلقة في هذا الفيلم الطويل بين دانا غاز والمستثمرين، وهيدي محاولة لدانا غاز للضغط على المستثمرين لتجبرهم يفوتوا في صكوك قيمتها أفضل بالنسبة لدانا غاز. وطبعا المستثمرين في الأسهم بيرتاحوا من هذا الشيء لأن دانا غاز تحت ضغط كبير بالنسبة للسيولة. بالتالي أنت بتعتبر أنه عم تلجأ لهال يعني الأطر القوانين لهذه الإجراءات لإعادة الهيكلة على تكلفة أقل؟ يعني هل ستنجح برأيك بالوصول إلى ذلك أم ممكن أن تمد ذلك في محاكم لفترة طويلة؟ ممكن. هلا المعتمد شو حيعملوا المستثمرين، لانه ما تنسي انه دانا غاز اخذ استشاريين قانونيين وماليين، والمستثمرين كمان عندهم استشاريين ماليين وقانونيين. بقى نشوف هلا شو ماذا سيكون ردة فعل المستثمرين حقيقة، لانه الموضوع من الناحية القانونية معقد جدا، لانه في القانون الانجليزي وفي القانون الإماراتي وفي قوانين في عدة بلدان تحكم في هذه الصكوك وتحكم في حقوق المستثمرين. بالنتيجة يلي صار يعني independently من شو حيكون النتيجة، السوق الصكوك في الإمارات اليوم هذه مشكلة له. يعني إذا جاء اليوم شركة ثانية بدها تطلع صكوك جديدة من الإمارات، المستثمرين لهم حق يسألوا شو الجارنتي عندنا نحن انه هالصكوك مش بكره انتم حتعلنوا انه منه قانوني. وكمان في عندنا 7 أو 8 صكوك ثانيه في السوق، منها لموانئ دبي، منها لعده من البنوك الكبيره في الامارات تحت نفس القانون. انا اذا اليوم مستثمر بسال السؤال، هل هذه الصكوك ايضا غير قانونيه وغير شرعيه؟ واين حقوقي؟ في تراجع باسعارها؟ في ضغط عليهم. انا يعني مفاجئ انه سعرهم ما نزل اكثر. طيب دانا غاز قبل عندما تعثرت أيضا في السداد أو كانت تحاول إعادة الهيكلة، كم أخذ ذلك من الوقت؟ وهل تختلف الصورة برأيكم هنا؟ هل حملت صكوك دانا غاز برأيك سوف يتحملون خسائر كبيرة من جراء ذلك؟ ممكن، يعني ما بتذكر قد أخذ الوقت مرة الماضي، بس مرة الماضي صار يعني إعادة هيكلة وإصدار صكوك جديدة. بعتقد هذه المرة الموضوع حساس أكثر لأنه في صكوك أكثر من الإمارات، يعني السوق أكبر، السوق اللي حيتزعزع قيمته أكبر. كمان بعتقد الضغط على دانا غاز بالنسبة للأموال يلي منتظرتها من الحكومات في مصر وفي كردستان، يعني الضغط على دانا غاز أكبر، بالنسبة لهيك حيكون الضغط على المستثمرين أكثر. زياد عندك فكرة حاليا هل الصكوك كانت محمية بأي أصول لدانا غاز؟ طبعا الصكوك على طول في عندها اصول بتحميها، يعني بدانا غاز هي الاصول هي البترول تبع دانا غاز اللي موجود في مصر او في العراق. طيب كانت الشركه مثلا لو افترضنا انه وصل وقت الاستحقاق ولم تستطع سداد، تدخل بشيء يعرف بتكنيكال ديفولت. نعم. كان يعني البعض عم يتساءل انه لماذا دانا غاز ما فاتت بهيدا الاتجاه وقعدت مع حملة الصكوك لاعاده التفاوض، هل تتخوف انه التكلفه عليها مثل ما كانت عندما اعادوا التفاوض في الصكوك السابقه سوف تكون جدا مرتفعه هذه المره؟ ممكن، هذا سؤال جيد. يعني مبدئيا لازم يصير هذا التفاوض، اعاده التفاوض، اعاده الهيكله، بس قررت دانا غاز واستشاريها انه يروحوا هذا الطريق يلي يقولوا انه الصكوك غير شرعيه،
وهذه طريقة ليمنع أصحاب الصكوك من أنه يعلنوا عن الديفوت أو التكنيكال ديفوت لدانا غاز. وسمعت أنه المحكمة في الشارقة قالت أنه حتحكي بالموضوع بشهر ديسمبر، بس الصكوك تستحق في أكتوبر. شكرا لك زياد عواد، الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال، شكرا جزيلا لك. أهلين، شكرا.